السبيكتاكل ديال ايموراجي 5 تواليت هو سبيكتاكل اللي كنا لعبناه هذاك العام، جددنا فيه بطبيعه الحال باش الناس يشوفوا شي حاجه جديده، سكتشات مغيرين، دي بيرسوناج واحدين اخرين. هو تقريبا سبيكتاكل الوحيد ايموراجي 5 تواليت هو سبيكتاكل الوحيد اللي لعبنا به جوله ديال بصح، لان كاع لي سبيكتاكل تلعبوا دات ولا جوج وتنحبسوا. مي هذا فريمون حيت كان عندنا التورناج ديال لا سيري وما كانش عندنا الوقت باش نبريباريو، شدينا هذا السبيكتاكل ديال ايموراجي 5 تواليت، عاود خدمنا عليه على لي سكيتش، على الدخلات، على لي بيرسوناج، وغادي نقدموه اليوم للناس عاوتاني. الحمد لله دابا الجوله بدات من الرباط ومشينا من الرباط لمراكش لطنجة فاس، كاع العروض دازت مزيان، يعني ان شاء الله باذن الله طامحين ان كازا تدوز مزيان. كان واحد التفاعل غير منتظر، زعما حنا في بعض الوقيته تصدمنا من داك التفاعل اللي كانوا الناس، يعني الضحك اللي ضحكوا، كاين شي حوايج ما كناش معولين كاع يضحكوا فيهم وضحكوا فيهم، وعطاونا هما عطاونا الثقه اننا نزيدوا نلعبوهم مره اخرى. وداك الشيء علاش ما غاديش نوقفوا غير في هذه الجوله هذه، مي غادي نزيدوا عروض وحدين اخرين، مدن واحدة اخرى ان شاء الله بنيت بسبيكتاكل ديال ايموراجي 5 تواليت. انا عاده ما تنضحكش في حياتي بزاف، انا معقول اكثر من القياس، انا بالنسبه لي الضحك هو خدمه ديالي، مي ماشي ضروري خاصني نكون تنضحك نهار وما طال ولا، مي منين تنجلس باش نحط الورقه على السيرو تيطيح لي افكار تيخرج الضحك. ولكن تنبغي انا بنادم ماشي الفنان يسيباري ما بين هو وما بين البيرسوناج اللي تيلعب به ولا اللي تيعرفوه الناس ولا 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 فوالا. ما تنضحكش مع الدراري، وتا الدراري واخدين هذا الشيء زعما بجديه، حيت انا ديما تنقول بانه الضحك هو الحاجه الوحيده اللي تتبغي فريمون المعقول ديال بصح باش يقدر تخرج شي حاجه. يعني واخا الناس تضحك حنا راه تنتكرفسوا تنسمعوا الهضره تنتجرتلو تنضاربوا الافكار بيناتنا، باش سورتو سبيكتاكل مثلا ديال كازا البارح بالليل كنا درنا واحد الاجتماع كاملين باش عاود خدمنا الكونديكتور كامل باش سمعنا الافكار ديال كلشي باش حاولنا نجددوا فيها عاوتاني. يعني وقت الضحك ضحك، من يدوز سبيكتاكل ارى اليمن فرك، مي دابا معقول. كازاوين هما الجمهور بالنسبه لنا الصعيب، لانه ماشي هو ماشي صعيب، غير تيبغي منا مجهود اكبر من العروض الاخرى، لانه انا قلت لك كازاوين مولفينا وتيشوفونا ومعاهم في كازا يوميا، نفس اللونغاج تنهضروا بحالنا بحالهم، نفس الهضره، نفس يعني خصنا نحاولوا نجيبوا لهم شي حاجه جديده من غير داكشي اللي مولفين تيهضروا عليه باش نقدروا نضحكوا. ومستريسي وفي واحد الخلعه عالميه لانهم تلعبوا في كازا، خاصنا فريمون نردوا البال لي ديتاي، فهمتيني؟ حيت كازاوين حنا عايشين وسط منهم عارفيننا، دونك خاصنا ملي تمشيو للمدن الاخرى تيكون داك واو. ولاد علي، ولاد علي هو واحد العمل، هو واحد الحلم، بعدا قبل ما يكون عمل واحد الحلم اللي خدمنا عليه واحد العامين ديال الكتابه وديال كان غادي يكون العام اللي فات في رمضان، ولكن حيت ما لقيناش سبونسور اللي يتبع العمل اضطرينا نجلوه حتى لهذا العام، والحمد لله فاش تحط في لابيل دوفر ديال دوزيام خداوه. عمل اللي غيجمع لاول مره الفريق ديال ايموراجي، ولكن بواحد الشكل جديد، يعني الناس غادي يتسناو منا انهم يضحكوا من الاول حتى الاخر، غيكون العكس، لانه حنا درنا واحد العمل درامي كوميدي، لان الدراما هي الاولى. حنا بالنسبه لنا تنقولوا بان الضحك نجحنا فيه، والدليل على هذا هو الاقبال ديال الجماهير، العروض ديالنا الحمد لله تتلعب سولد اوت. دابا الامتحان اللي جاي هو الدراما، واش غنقدروا كيف ما ضحكنا الناس نبكيهم، ولكن نضحكهم نبقاو على داكشي اللي مولفين فيه، يعني غير باش الناس ما يتصدموش. تسناونا في واحد العمل درامي كوميدي فيه 30 حلقه، فيه واحد ليستوار، فيه دي بيرسوناج الدراري تيمثلوا لاول مره فريمون دي بيرسوناج، وكل واحد كل واحد البيرسوناج ديالو تيبدا في ا وتيسالي في زاد، يعني كاينه واحد القصه نبغي الناس يتبعوها ويعطيونا رايهم. بيان سور ماشي سيتكم، لا سيتكم بوحدو، هذه سلسله ديال 10 ديال الدقائق غادي تدوز في دوزيام، وكاين سيتكم غادي يكون في الاولى 26 دقيقه حتى هو بوحدو. ليكيب كلها دو ا زد مشاركه في ولاد علي، مي سيتكم كاينين بعض العناصر من فرقه ايموراجي وبيان سور ممثلين واحدين اخرين، لان ندخلوا التصوير ان شاء الله في الاخر ديال شهر 3 في مارس. اولا شكر كبير بزاف ديما تنقولها وتنعاودها للجمهور ديال ايموراجي وديال ليكيب ديالنا كاملين، الجمهور اللي تيحضر بكثافه وتيقطع تيكي وتيشد الصف وتيدخل وتيصفق وتيتفاعل وتيضحك وتيبارطاجي، شكرا لكم بزاف، شكرا حيت تثقوا فينا، والثقه راه ما عندهاش ثمن، يعني راه الحمد لله احنا مقاتلين باش ديما نكونوا عند حسن الظن ديالكم. لالا بلوس شكرا جزيلا لكم على الدعم والتغطيه والحضور والخبار في راسكم، تهلاكم عارفين.